طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. كل سنة يزيد مليون أطفال يزيدون من بركات الزواج، فإحنا مديونين كل سنة مليون مدارس، ماكو مليون ثاني حصار، مليون ثالث محتل، مليون رابع طائفية لازم نسوي لهم مدرسة وشوارع. وإذا كل ما تسوي ما يبين أنت مديون، فإحنا مديون 10 سنوات على الأقل، لا تحسبوها على الأقل 10 سنوات، هاي المليون المليون ما قاعد نوفر لهم شيء. فاحنا من بركات هذا اللعين المجرم اللي راح خلى البلد يتاخر، هالملايين اللي انولدت واللي بقت بدون لا راتب ولا شارع ولا مدرسه ولا مستشفى ولا غيره. وين راحت ميزانيات العراق من 2003 للان؟ هل انبنت مستشفى؟ بلط شارع؟ شنو اللي صار؟ من حيث الاموال بس مبيعات النفط 900 مليار، بس القروض لحد هاي اللحظه اللي انا قاعد بيها 111 مليار، بس من بنك الاحتياط المركزي 45 مليار. هاي كلها انسحبت وانصرفت. شنو اللي صار؟ ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عما جرى خلال السنوات الماضية من ضياع مئات المليارات من أموال الشعب العراقي في مشاريع وهمية ومقاولات مبنية على المحاباة والفساد. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في النصف الأول من هذه الحلقة حول الانتخابات في إقليم كردستان العراق. طبعا بعد فشل جميع المحاولات، محاولات الأحزاب الكردية لتشكيل تحالف واحد لخوض الانتخابات المقرر أن تجري في 12 مايو أيار الحالي، يبدو بأن المشهد الكردي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، في وقت تدور فيه رحى صراع محموم بينما يطلق عليهم الصقور الذين يتم إطلاق عليهم هذه التسمية من قبل حكومة بغداد، ويعني بهم الذين حاولوا الانفصال، والحمائم الذين يبدون مرونة في التعامل مع حكومة بغداد. على الرغم من المحاولات المتكررة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البرزاني لإقناع الأحزاب الكردية التي تتمتع بعلاقة جيدة مع حكومة حيدر العبادي في بغداد للانضواء تحت رايته، فإن جميع هذه المحاولات فشلت وفقا لعضو في الحزب تحدث لصحيفة العربي الجديد بأن غاية حزب البرزاني من الوحدة هي المحافظة على حقوق ومكتسبات الأكراد التي فقد منها الكثير بعد استفتاء الانفصال الذي أجري العام الماضي، وأضاف بأن البيت الكردي يعاني من انقسام غير مسبوق، وأوضح بأن فريق مسعود البرزاني متمسك بجميع الحقوق الكردية بضمنها ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان العراق. أما المعسكر المناوى المتمثل بحركة التغيير وأحزاب أخرى تعمل في محافظة السليمانية فيميل إلى فتح المزيد من أبواب الحوار والتفاهم مع بغداد. عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف أعربت عن اعتقادها بأن الأكراد دفعوا ضريبة باهظة نتيجة لعدم وحدتهم، وطالبت في حديث الكتل السياسية التي كانت تعمل خارج الصف الكردي خلال المرحلة الماضية بالانضواء ضمن تحالف كردي واحد لأنها مسؤولة أمام الجماهير. أشارت إلى امتلاك حزبها تصورا واضحا بشأن المرحلة المقبلة، وبيّنت بأن الخطوة الأولى يجب أن تكون باتفاق القوى الكردية ضمن تحالف واحد
قبل الذهاب إلى بغداد. هي أوضحت بأن حزبها مستعد للاتفاق مع أي شخصية تطبق الدستور بحذافيره من دون انتقائية، ولفتت إلى وجود محاولات لتوحيد الصف الكردي، وأضافت بالنسبة لنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تعنينا المناصب، لأننا في انتخابات 2014 حصدنا أكبر عدد من المقاعد قبل أن نتفق على توزيع المناصب بالتوافق. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول المشهد في كردستان العراق قبيل الانتخابات بأيام قليلة. معنا اتصال الهيبي من الموصل، تفضل الهيبي. حياك الله، السلام عليكم. حيا ودوم، أهلا وسهلا بك، تفضل. على مود وضع الانتخابات نعم في كردستان العراق الدرجة الأولى. نعم، هي الوجوه نفسها، ما ظهر شيء جديد، كلها متنافسة. نعم، من عدل الأحزاب الشيعية والمالكي والعبادي والمدمنة والمدمنة، هي كل أحزاب. نعم، وحكومة تمثل حكومة، فما نعرف على أي حكومة راح نثبت. نعم، لا يوم عدنا هنا محمد تميم وزير التربية اللي هو سابقا الدكتور موجود حاليا بكركوك مكتب ماله. جينا عليه على مود تنقال ونحكي له وضعتنا فقالوا ما موجود، يعني طالع بغير محزوب غير منطقه. نعم، فصار اختلاف بين المحافظ مال كركوك يمكن ومحمد تميم على اساس المحافظ، كان اجتماع بالمحافظات. نعم، محمد تميم زعل، ليش ما محقين صورتي ويا صورة المحافظ بالمحافظة؟ نعم، فصار اشكالات يعني متناقرين. الهيبي، ايش تتوقع المشهد راح يكون بالانتخابات بعد الانتخابات في كردستان العراق؟ هل راح يتحالفون كما تحالفوا في السنوات الماضية مع التحالف الوطني مع قوائم مثل ائتلاف ذوات القانون او النصر متمثله بزعامه رئيس الحكومه حيدر العبادي؟ شو تشوف المشهد بكردستان العراق؟ والله كردستان العراق ما يمكن تتحالف ويا السني ويا الشيعه ويا التركماني ويا كذا، هم نفسهم متنافسين، كل من يدور حكومه وحده. نعم، كل من يدور، اذا صارت حكومه الاقليم احنا كلنا نتقسم. شو مثل قبل كانوا متناسين. نعم، اي فاحنا نتامل ان شاء الله من الحكومه كل خير، ان يسووا لنا خدمات، يسووا الرواتب، يعوضون اللي بيوتهم راحت. نعم، يعني كل الحلول نريدهم، ان واحد يجينا انسان طيب خير. نعم، يسوي للمحافظه يعني يستقر الوضع الأمني، يصير زين، خدمات، شوارع، مدارس، كل شيء. نعم. نعم، الهيبي من الموصل كان معنا. النائب اسكندر وتوت تحدث عن هذا الموضوع، موضوع الانتخابات مع الأكراد، قال بأن مسعود البرزاني تسبب بشكل شخصي بتوتر العلاقة بين بغداد وأربيل خلال المرحلة الماضية، وأوضح في حديث لصحيفة العربية الجديد كذلك بأن الحكومة كانت مقصرة في تعاملها مع سياسات البرزاني التي أضرت بالعراق كما قال، والتي وصلت حد تقديم الدعم لتنظيم داعش كما يقول. رئيس إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نجرفان البرزاني حذر من وجود بعض الجهات التي تمارس إرهابا فكريا في محافظة السليمانية، بين بأن هذه الجهات تحاول فصل المحافظة عن إقليم كردستان. أضاف توجد جهات تمارس كما اسمه إرهابا فكريا ضد أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، وبين خلال كلمة بحفل انتخابي أمام أنصاره في السليمانية أن هذا الإرهاب ضعيف ويسير نحو الفناء، وأشار إلى أن هذه الجهات تريد أن تقود سكان السليمانية نحو غاياتها السياسية والحزبية،
وفصل المحافظة وتسليمها إلى سلطات غير كردية، في إشارة إلى التقارب بين بعض الأحزاب الكردية والحكومة في بغداد. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو حسن من بغداد. نجرفان البرزاني كذلك لفت إلى أن هدف حزب أو حزبه من المشاركة في الانتخابات ومن ثم الذهاب إلى البرلمان في بغداد هو الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الكردي وليس الحصول على المناصب والكراسي. طبعا الحكومة في بغداد وجهت انتقادات لاذعة لجهات حكومية كردية تحاول إرغام الناخبين في إقليم كردستان على التصويت لصالحها، وأكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد بمحاسبة أي حزب كردي أو جهة حكومية تتورط بإرغام منتسبي القوات الأمنية والموظفين على التصويت باتجاه معين، وقال تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة من خلال تخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم كالنقل والفصل لإرغامهم على التصويت باتجاه معين. أوضح في بيان أن هذه الإجراءات إن صحت فإنها تمثل مخالفة خطيرة للقوانين وأن القائمين عليها سيتعرضون إلى المساءلة القانونية. تابع ندعو المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات، وإننا سنقف معهم ونسندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم، كما تحدث المتحدث باسم حكومة حيدر العبادي. طبعا سياسيون أكراد أكدوا من جانبهم وجود ضغوط على الناخبين من قبل أحزاب مقربة من حكومة إقليم كردستان العراق، وقال عضو تحالف الديمقراطية والعدالة الكردي أحمد رضا بأن بعض أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني شنوا حملة على الدعاية الانتخابية لمرشحي القوائم الأخرى في محافظتي أربيل ودهوك، وبين بأن شبابا مدفوعين من حزب البرزاني كما قال مزقوا صورا لتحالف الديمقراطية وحركة التغيير في المحافظتين، وأوضح بأن بعض الأحزاب في السليمانية تدفع ثمن تقاربها مع حكومة بغداد. أكد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن يلقي بالأكراد وطموحاتهم في التهلكة بسبب الإصرار على السياسات المتشنجة التي تسببت بالتفريط بحقوق الشعب الكردي، وشدد على ضرورة التعامل بواقعية مع نتائج الانتخابات المقبلة بعيدا عن الالتزامات التي يصر عليها حزب البرزاني. وجود أصوات كردية معارضة لم تثني قيادات حزب البرزاني عن مواقفها السابقة، يعني في قبل يومين خرج وزير المالية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري تحدث بأن استفتاء الانفصال كان بداية لإعلان الدولة الكردية وأن يوم الاستقلال قادم لا محالة كما قال. أضاف في حفل انتخابي على أطراف محافظة نينوى المتاخمة لحدود إقليم كردستان لسنا نادمين على إجراء الاستفتاء الذي يعد وثيقة تاريخية مقدسة ستبقى إلى الأبد كما قال، وتابع لسنا ضيوفا في العراق، وأوضح بأن للأكراد حصة في هذا الوطن القائم على الشراكة، ويشار إلى أن حزب البرزاني الذي قاطع الانتخابات في كركوك بذريعة أنها محتلة أكد في أكثر من مناسبة بأن المعركة الانتخابية في المحافظة ستكون خاسرة بالنسبة للأكراد، كما أن الكتلة الكردية في البرلمان العراقي كما يقول ستكون أقل من الدورة السابقة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد يعاود الاتصال. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي بخصوص الانتخابات، يعني هاي أنا يعني أقول نحن نستخدم هسه، يعني أقول انتخابات هذول هم نفس العصابة، يعني الرؤوس كبيرة فما راح يتغير أي شيء، يعني الرؤوس يقول ما يتغير أي شيء، يعني رؤوس الفساد
والعصابة كلها راح يجيبون حتى لو أكو ناس شرفاء ما راح يخليهم يشتغلون. فلذلك يعني هاي الانتخابات ولا تفيد أي شيء ولا تسوي أي شيء. هم شبابهم يعني ماكو شيء بعض كثير راح يتغير أبد، لأن نفس العصابات هاي كلها تحكم بالمشهد العراقي وبالأرض العراقية وبالسياسة العراقية وبالكون العراقي كله، فذولا ما راح يغيرون أي شيء. نعم. أبو حسن، إيش تتوقع الخريطة السياسية راح تصير بإقليم كردستان؟ يعني راح تبقى نفسها مثل ما عهدناها في السنوات السابقة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ولغاية الآن بسيطرة الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني؟ لو الخريطة السياسية راح تتغير؟ بالنسبة للجماعة الإكراد، الإكراد ما راح يتفق من أي شيء، نفس الطائف والحمام، وهم دول يذكرون الإكراد بشكل، صدقني كل واحد يقول يعني بينهم يحبونه كذب، فهم غيرهم يدمرون الكل. يعني أنا أشوف بالعراق يعني حتى الجنوب متدمر، يعني لا خدمات لا أي شيء، لا صحة لا زراعة. أنا دولة عندنا أراضي ما زراعة ومدمرين تدمير ومتدمر البشر، يقول تعال انتخبوني هاي أي عقيل أي منطقة يقول لك. فالانتخابات الدولة صارت. نعم أبو حسن من بغداد، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا خلال افتتاح ملعب النجف، جماهير استقبلت علي العلاق وهو ممثل رئاسة الوزراء بهتافات تندد بالفساد الحكومي. الشعارات كانت شلع قلع كلكم حرامية، وهتافات تندد بالحكومة وسياسيها الفاسدين. خلينا نشوف هاي اللقطات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا استقبلت جماهير النجف في افتتاح أو خلال افتتاح ملعب النجف ممثل رئاسة الوزراء مهدي العلاق. مقتطف آخر ناخذه وهو لعلي المالكي، وهو عضو مجلس محافظة كربلاء وابن شقيق نوري المالكي، قال بأنه لولا إيران وخامنئي لما بقيت راية للشيعة في العراق على حد تعبيره. أضاف في محفل جماهيري بأن إيران قدمت لنا أشكال الدعم والإسناد في الحرب ضد الإرهاب. نأخذ هذا المقطف. موقف الجمهورية الإسلامية موقف مشرف بالمال والسلاح، وكذلك أيضا كان هناك كثير من الشهداء، ويمكن بعض اللقطات اللي تصلنا من
الحدود العراقية الإيرانية، لنرى عشرات الشهداء يوميا من الجمهورية الإسلامية. على أحد الأخوان تكلمنا على أطباء من إيران الآن عرفوا وتركوا عياداتهم بالجمهورية الإسلامية، توجهوا إلى العراق لمعالجة الجرحى كلها، وعلى رأسها سماحة ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي. بصراحة بصراحة لولا علي الخامنئي وجهوده وجهود الجمهورية الإسلامية لم تبقى راية الشيعة في العراق. نعم، يعني الشيعة في العراق صار لهم مئات السنين، الآن إيران يعني أوجدتهم والآن إيران تحميهم، يعني والله يا عجيب. المهم، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقد بشدة نوري المالكي على خلفية دعوات نوري المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكد الصدر في بيان له أنه ليس مع الأغلبية السياسية حاليا، وأضاف في إشارة المالكي أن بعض السياسيين الواهمين يظنون بأنهم يستطيعون تحصيل الأغلبية السياسية لفرض فسادهم أكثر على حد قوله. بيان هيئة، أكو اتصال قبل ما نأخذ موضوع آخر. أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. الله يسعدك أخوي، حياك الله يا أهلا بيك. شلونك؟ بخير الحمد لله، تفضل. اليوم الموضوع حول الأحزاب الكردية. نعم، شو تتوقع شو راح يصير؟ راح يتحالفون مع القوائم في بغداد لو تتغير الخريطة السياسية؟ لا، نفس الشيء أبو. نعم، ما راح يتغير شيء، ما راح يتغير شيء، لأن الأحزاب كلها ولاءها مو للوطن، ولاءها الدول الجوار ودول المنطقة، وراح يبقون نفسهم وقايتهم المناصب والمادة، زين، مو ولاءهم للوطن. فلشوا البلاد يا أخي، فلشوها، ما خلوا شيء في هالبلاد هاي، التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، البطالة، البطالة هاي كتلة الناس، البطالة هاي اللي عدمة الناس، زين، فلشت الواد ما خلت شيء في هالبلد هذا، فلشوه مع الأسف، والله مع الأسف، مع الأسف، زين، من شعبنا ينهض عليهم ويبدل هالوضع هذا، زين، إلى متى نبقى بهالوضع هذا، إلى متى، زين. نعم زين أبو محمد، يعني بالديوانية شلون تصير الدعايات الانتخابية، المهرجانات الانتخابية، الهدايا اللي وزعوها للناس، شراء البطاقات، بطاقات الناخبين، شلون دا يصير الوضع؟ أقول لك أنا عملية هاي ما أمنت بيها ولا شارك بيها ولا شارك فيها، لأن أعرفها عملية مو وطنية، أعرفها عملية زائفة، عملية تعبانة، زين زين، الله وكيلك والعباد كفيلك، ما تنجح والشوف نفسهم راح يرجعون، الوجوه نفسها راح ترجع، نفس الشيء راح ترجع، زين. ايش قد تتوقع نسبة المشاركة بالديوانية؟ والله المشاركة ان شاء الله ضعيفة جدا، لان الناس تعبت من هالوضع هذا. المشاركة هسه تشوفها الايام قدامنا وشوفها، المشاركة راح تكون ضعيفة كلش الى ابعد الحدود. هم قاعد يشترون اصوات ويشترون شلون وهذا، وما تنجح العملية. هسه شوف الايام قدامنا وشوفها. نعم نعم أبو محمد. أبو محمد من الديوانية كان معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أستاذ عمر، هل بقي شيء للشعب؟ متى يتعظ من هذا الضيم كما يقول؟ كفى تبعية لعمائم خانة العراق، والكل يعلم ذلك، وهم من دمروا البلاد والعباد بالطائفية وسرقة أموال السحت الحرام. رسالة أخرى يقول أخي العزيز، كثير من التشويش على قناتكم العزيزة لأن قرب الانتخابات، يعني كتب الأصوات الشريفة. رسالة أخرى من أبو عارف من بابل يقول، الصراعات في كردستان العراق حالة طبيعية للصراع في عموم مناطق العراق، سراق ومافيات وعصابات تتزاحم للسرقة وتوسيع دائرة السيطرة، لا لخدمة المواطن وإعمار البلد. فالمرشح الذي يزور أوراق الانتخابات ويشتري الذمم ويهدد منافسيه
مستحيل أن يكون ضمن مشروعه إعمار وبناء وتقدم، لأن الطرق التي يسلكها للمنصب باطلة ومنحرفة. رسالة أخرى يقول أخي عمر: يشير الوقوف عند بوابة الانتخابات العراقية في 12 من أيار مايو المقبل إلى أن الدخول من خلالها سيبقي معظم أبناء الشعب مهما حاولنا ضخ شحنة التفاؤل بالتغيير في ذات الباحة الخربة التي يعيشون فيها الآن. الأسباب متعددة، يقول، من بينها معظم المرشحين هم ذاتهم من النخبة الفاسدة التي غرزت أقدامها في الطائفية والعرقية والفساد منذ غزو البلاد واحتلاله عام 2003، بعد مرور 15 عام من الصراعات الدموية بين أنفسهم وضد الآخرين من العراقيين مع محاباة المحتل الأمريكي والإيراني. بالإمكان تلخيص إنجازاتهم بأنهم جعلوا من أرض العراق ساحة حرب بين أمريكا وإيران تسقيها دماء العراقيين في ظلهم. الموضوع الثاني اللي يريد ناخذه وهو بيان هيئة علماء المسلمين حول بيان المرجعية يوم الجمعة. طبعا هيئة علماء المسلمين أكدت بأن بيان مرجعية النجف الأخير بشأن الانتخابات هو اعتراف غير صريح بأن التعويل على الانتخابات ودعمها منذ البداية من المرجعية لم يكن على وفق بصيرة سياسية ولا رأي يقوم على معرفة قواعد العملية السياسية بعد الاحتلال واستشراف مستقبلها. الهيئة قالت في بيان لها بأن المرجعية تراجعت بشكل صريح وواضح عن مبدأ إلزامية الانتخابات ووجوبها الذي كانت تنادي به وترتب عليه أحكاما شرعية لمن لا يشارك فيها، وهو نفس الرأي والموقف الذي اتخذته هيئة علماء المسلمين في الانتخابات الأولى. أشارت الهيئة إلى أن مرجعية النجف أغفلت الجواب عن توضيح مبدأ المجرب لا يجرب والذي أطلقته قبل مدة ووعدت ببيانه للناس، فإذا بها ترجع الناخبين إلى المربع الأول وتحيلهم إلى جهودهم الذاتية في التعرف على المرشحين، كما أنها نأت بنفسها عن مسؤولية تحديد المجرب من غير المجرب والفاسد من غير الفاسد وإحالة الأمر للناخب وتخلصها من هذه المسؤولية بطريقة تثير الاستغراب. أضافت هيئة علماء المسلمين في العراق بأن تعليق أمل العراقيين بالتغيير على آمال عريضة وأوهام كبيرة مع مثل هذا الخراب الكبير والفساد المستشري لا يجدي نفعا من دون اقتراح للحلول المناسبة. الهيئة أضافت بأن بيان مرجعية النجف جاء كما هو شأن مواقفها وبياناتها المعتادة في إطار التبرير والتسويف والبعد عن اقتراح الحلول الصحيحة لخروج العراقيين جميعا من محنتهم التي يعيشون فيها منذ احتلال العراق. هيئة علماء المسلمين في العراق اختتمت بيانها بالتأكيد على أن الحل لجميع المآسي التي حلت في العراق في جميع الجوانب ولا سيما الجوانب المتعلقة بالحكم وإدارته لن يكون إلا بحل جذري شامل بعيدا عن الحلول الترقيعية التي لم تزد البلاد إلا خرابا وترسيخا لأسباب الفساد. وطالما اقترحت الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية حلولا تفصيلية في هذا الصدد. هذا مختصر بيان هيئة علماء المسلمين حول بيان المرجعية، مرجعية النجف الذي جاء يوم الجمعة، وكان كان العراقيين ينتظرون بيان المجرب لا يجرب. من هؤلاء؟ أسماءهم، ولكن كان بيان مرجعية النجف بيان عام وغير تفصيلي وغير واضح. معنا اتصال أبو هاني من ميسان، تفضل أبو هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك أستاذي، ما أبدأ أطيل عليك، يعني فد مثال على الوضع الحالي أنه إذا سارق يدخل على البيت فالسراق اثنين يعني يأخذون الأغراض، ثاني يقول له خلنا نقتل أبو العائلة مثلا، السارق الثاني يقول له لا خلنا نأخذ الأغراض ونروح، فهذا السارق اعتبره أفضل من ذاك السارق القاتل. فهذا هسه الوضع الحالي، هم صحيح عندهم اكو سرقات ودنت انفسهم على اشياء، بس افضل من نظام البعث اللي قاتل كان يقتلني اموالي.
ماشي. فهذا يعني من خلال قناتكم انه نقول للشعب العراقي انه لا تفتحون طريق للبعثيين بالعوده. شلون يرجعون البعثيين؟ ماشي يا ابو هاني، احنا خلينا نتناقش بالعقل. شلون راح يرجعون البعثيين للحكم؟ اللي انعدم، بس اسمح لي، اللي انعدم واللي مات واللي مسجون شلون يرجعون؟ وما لهم قاعدة جماهيرية إذا أنت وغيرك ما راح ينتخبهم، شلون راح يرجعون للحكم؟ أمريكا طلعتهم من الحكم، صح لو لا؟ شلون راح يرجعون للحكم؟ يعني إحنا ماشي، إحنا إذا نبقى بهاي العقلية ونظل أسيرين والله عودة البعث، ونبقى على هذا الظلم وعلى هاي الفساد، ويسرقون أموالنا وأموال أجيالنا، يعني هاي ما راح تخلص. يعني ليش احنا اذا انت بنظرك عقلية البعث اذا انت بنظرك هؤلاء سيئين وذولا سيئين، نعم. يعني ماكو زلم بالعراق؟ يعني العراق هاي خلل؟ لا اكو. لعد لا شلون؟ لا مرخصتك استاذ عمر، بس شلون لعد؟ دقيقه راح يخلص رصيدي. تفضل تفضل. بس مرخصتك تفضل. الناس اللي عندنا الطيبين اللي نعم ابو هاني انقطع الاتصال. يعني ما اعرف، احنا نريد المشاهدين هم يريدون على هذا الموضوع. يعني احنا صار لنا 15 سنه ويطلعون كل انتخابات السياسيين ويحذرون من عوده البعث والى اخره. يا ناس، يعني الى متى هذا الفكر؟ يعني مثل ما قلنا، يا اما مسجون يا اما مات يا اما تم اعدامه. يعني عجيب هذا الامر. يعني هاي تخويف الناس، معقوله هاي الناس لغايه الان خايفه؟ الامريكان اجوا غيروا نظام، هذا حقيقة واقع، وجابوا ذولا خلوهم مكان الحكومة السابقة، الدولة السابقة. شلون راح يرجعون يعني؟ شلون راح يرجعون؟ معنا اتصال أبو حسين من ديالة. تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو حسين. ترى بالنسبة للانتخابات نفس السابقة، لأن سمعنا المرجعية بهذا الأسبوع هي قالوا المجرب لا يجرب. نعم. إيش؟ فهي نفسها عم الانتخابات. بس إحنا بالنسبة لي أنا بالنسبة إحنا من الناس الحين أنا ما نعرف بس عن الصناديق وين الاقتراح وين كل شيء ما نفهم. لا شفنا حد ولا شفنا معاد، صار لنا 5 سنوات آسفين. نعم. اي والله هذه كل الشغلات باش هي امريكا جابت لي اذا في دي تطلعهم هذا ما هذول ما يطلعوا. نعم. اي نعم. انت نازح صار له 5 سنوات. نعم. وهاي الحكومه ما قدمت لك شيء، صح؟ اي نعم. يعني ابسط شيء، انت تريد ترجع لبيتك، لملكك، لمدينتك، ما رجعتك. نعم. زين، انت شلون تروح تنتخبها مره ثانيه؟ ما انتخبني لا اروح ولا انتخب. نعم. انا يعني اقصد انه كتساؤل، شلون راح يقدر النازح واللي الخريج اللي صار له هناك خريجين صار لهم 10 سنوات واللي بيهم 15 سنة من الاحتلال ما متعين يشتغل عمالة، بدنا نشوفهم يطلعون الناس على شاشات التلفزيون. نعم، أنا ناس كثير بلقني. وكل ما صارت حكاية وقعدوا الجماعة بالانتخابات قال لك والله النظام السابق. عمي صار لك 15 سنة، يعني عيب هذا الكلام؟ راح ويا أهله، صار خبر كان، صار لك 15 سنة أنت. 15 سنة أنت عندك أموال ما صارت عد العراق، يمكن من تأسيس الدولة العراقية ما صار عندها هيش أموال. تريليون دولار، ويقول لك الجماعة، يقول لك والله أحسن ما يرجع البعث. زي البعث راح ويا أهله، شي رجع. شنو رأيك بهذا المنطقة أبو حسين؟ والله أستاذ والله عمو بالنسبة لهذول على أساس المثلون اللي يفترون علينا هسا جاينا وقت الانتخابات. نعم. نقول لهم إيه نعم، جيبوا الكرتات جاي حتى بجيبنا وروح الله ياكل. لا ندل صلاتك ولا ندل الانتخاب. انا اعرف كل شيء، انا اعرف روسنا من رجلينا. نعم. ايه. ابو حسين من ديالى كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا. بس ابو ناصر الزمن اعصابك، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
تحيه لحضرتك. خلينا نتحدث في بيان الهيئه ابو ناصر. يعني بيان الهيئه كان واضح ردا على بيان مرجعيه النجف بانه كان يعني تعويل على هذا البيان يكون واضح ويخصص به الاشخاص والقوائم والفاسدين وعدم اطلاق هذه التعميم المجرب لا يجرب. زين المن نجرب احنا بالانتخابات القادمه؟ تفضل. والله استاذ عمر انا اقول الشيء العجيب، بعض الناس تركوا كتاب الله وسنه رسوله ولزقوا بالمرجعيه، والمرجعيه لازقه بكلمه المجرب لا يجرب. وهو لو اكو وعي كان صفنا ويا نفسهم وقالوا هي ليش المرجعيه وشنو اللي قدمت لنا وشنو قدمت للعراق. وهي بالاساس المرجعيه وكل العراق يعرف وكل العالم يعرف، المرجعية باعت العراق ب200 مليون دولار، خلت الاحتلال يدخل ويلعب بكيفه وجابتهم ونصبتهم هذول السرار والفاسدين على رقاب الشعب. وليش المرجعية ما يكتفون بالقضايا الدينية ويقعدون مكانهم ويتركون السياسة؟ لازقيننا بكلمة المجرب لا يجرب وهم يعرفون بيهم كلهم فاسدين. طيب أنت تقول المجرب لا يجرب، خليت الناس بحيرة بأمرهم. نعم. هذول الناس اللي يقلدوكم ويتبعوكم يقولوا لهم فلان وفلان 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 هذول اللي تنتخبوهم وروحوا انتخبوا غير قوائم. يعني أنتوا قاعد تشوشون على الناس، شنو معناها هاي؟ شنو اللي تردوه؟ نعم. هي المرجعية أساسا أستاذ عمر كل العالم وكل العراقيين يعرفون بأن المرجعية هي سبب دمار العراق، وبعدهم لازقين بيها. ومثل ما قلت لحضرتك يعني تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولزقوا بالمرجعية. ومن تريد تنتقد أي مرجع يقول لك لا هذا المرجع خط أحمر وكأنه هو نبي مرسل أو ملك مقرب. شنو هالوضعية هاي اللي احنا عايشين بيها؟ ويطلع لنا شخص مثل هذا الأخ اللي اتصل قبل شوية يقول احنا ما نريد البعثيين يرجعون ولازم نكون حذرين. طيب هي هاي الحكومات المتعاقبه من 2003 ايش قدمت لك؟ نعم. حتى انت قاعد تنتقد النظام السابق، هو كان اكو امان مثل الامان اللي هسه موجود؟ بزمن النظام السابق انت كنت من تطلع احد يعترض طريقك، من تطلع من محافظه. هسه ماشي، احنا ما نريد نقارن، اوكي خلينا لا نقارن لا سلبيات ولا ايجابيات، على منطقهم هم اللي من اجوا، شنو اللي قدموه للبلد؟ شنو اللي سووه؟ هسه احنا من 2003 لغايه الان كل سنه تصير مأساة بالعراق، طبعا عدا الفساد وعدا السرقه وعدا الخدمات صفر وكل المؤشرات احنا في بالنازل من جنسيه من جواز من خدمات من عمل. شنو هم اللي قدموه؟ انا ما اجي اقارن نفسي بنظام انت تقول علي نظام دكتاتوري ونظام ظالم ونظام قاتل. شلون انت تقارن نفسك؟ تقارن نفسك اذا انت حكومه صحيح تقارن نفسك مع الجيد حسب منطقك انت، صح لو لو لو, لو غلطان. والله استاذ عمر انت كلامك على عيني وعلى راسي وهو عين الصواب، وثق بالله العظيم انا شخصيا سامحها من اكثر من واحد. نعم. من كنت ببغداد يقول والله شي يصير بينا خلي يصير، المهم الحكم شيعي. نعم. يعني هاي سامحها من عندهم اني شخصيا. ماشي عمي هسه احد اوكي ماشي، بس شنو اللي قدموه للشيعة كعموم الشيعة؟ قدموا العموم الشيعة والعموم الشعب العراقي بصورة عامة. نعم. قدموا للبطالة وقدموا للمخدرات وقدموا للدعارة وقدموا للقتل وقدموا للتهجير، كل هاي قدموا لهي، وبعدهم الشعب لازقين بيهم ويقولون المرجعيه لازم هي اللي تفتي وتقول لنا شو نسوي وما نسوي. نعم. يا سبحان الله، يعني انتم ما تقولوا لي الى متى تبقون على هالوضع هذا؟ انتم ليش لازقين بالمرجعيه؟ انت تشوف بلدك مدمر، انت تشوف ابنك اللي يحمل اعلى شهاده مفتح له بسطه بالشورجه وده يشتغل عليها، واللي ما يحمل شهاده مستلم اعلى المناصب بالدوله، انت ليش ساكت يا اخي؟ يعني انت تنتظر المرجعيه تقول لك تعال هذا ابنك على حق وهذا ابن المسؤول على باطل؟ نعم. انت تقتنع بذاك الوقت يا اخي؟ تطلع انت غير، انت لا تنتظر مرجعيه تجيك وتقول لك غير، انت اطلع انت تشوف حالك لوين وصل، انت تشوف اطفالك. يعني بعض الاحيان الاطفال العوائل قاعد شفناها احنا من على الشاشات. نعم. قاعد يدورون بالقمامه يا استاذ عمر، ويدوروا لهم كم قطيه ويجمعوها بقنيه ويبيعوها بألف دينار، وابوه مريض وابوه معوق وهذا يقول ابويا شهيد وهذا يقول امي ارمله، هي لها بكى انت تبقون ساكتين؟ نعم. يعني عوفوا هالمرجعيه هاي، يعني اتبعوا كتاب الله، عوفوا يعني الشغلات هاي كلها، اتبعوا عقلكم.
شوفوا وضعيتكم لوين وصلت، الى متى تنتظرون المرجعيه المرجعيه المرجعيه؟ والمرجعيه هي اللي باعت العراق، وهذا شيء ما حد يقدر ينكره. أبو ناصر من تركيا كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو ياسين من ديالة، تفضل ابو ياسين. حيا الله الاخ عمر وحيا الرجال المحترمين. حياك الله يا اهلا بك. اخ عمر الاخ ابو علي يفرز الطرف المعون. لك تعالى احيي وبارك في هيئه المسلمين وعلى راسها طبعا الموقف البطول والرجال الشجاع اللي هي لنا عندهم ثابت، فهذا عين الصواب. اما بيان المرجعيه الهزلي المضحك اللي يعني ما تستيم يا عمر، المرجعيه طلعت رؤوس العالم مثل ليبه الحمام. المجرد لا يقرب يعني شنو اللي غيرته؟ هو المجرد نفسه انت هو بقى على رؤوس العالم. فقط شنو اللي غيرته؟ انه انت حقيقي تستخدم شعارك عن العراقيين ما بيها مجال، احنا لازم نشوف في الواقع السلم السهم شنو موضوع المرجعيه. اما اذا اكيد تنصر مرجعيه شيعته فعني استبعد هؤلاء الفاسدين من حكيمه العمار المقتدره اسامه النجاح وكل هذول النساء الشيعه فاسدين هذول اغلاط. اما اذا بنقول مجرد هاي الامراض عم تصير عين عمليه وخلي العالميه تستبعد هؤلاء الفاسدين القتله الصاعدين اللي باعوا ثلث العراق وهذا الشعب العراقي وقلت الشعب وجوا الشعب هاي حجة راح والله يرجعون البعثية وكذا بعد ما تنطلع الشعب العراقي، يعني شيء غير معقول غير معقول. على كل حال نعم أبو ياسين من ديالة شكرا لك، كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز عمر، هذه الانتخابات سوف يذهب صوت الشعب تزويرا للميليشيات الإيرانية وسوف يجني ثمارها، قالت الميليشيات الجدد ويصبحون رموز طائفية مثل عمار الحكيم والمالكي، ولا ينفع مثل مع شلة السراق والطائفين في العراق إلا صحبة الشعب الذي يعرف جيدا أنهم عنصر تخريب وليس بناء في العراق. خلونا نعيد مقتطف زيارة ممثل رئيس الوزراء مهدي العلاق إلى النجف خلال افتتاحها لملعب هناك والشعارات، خلينا نسمع شعارات أهالي النجف. نعم استمعنا إلى هتافات جماهير أهالي النجف خلال استقبالهم
لممثل رئاسة الوزراء مهدي العلاق، شعارات كانت شلع قلع كلكم حرامية، وهتافات أخرى تندد بالحكومة وسياسات الفاسدين. تحدثنا في حلقة هذا اليوم أعزائي المشاهدين حول الانتخابات في إقليم كردستان العراق وكيف ستكون الخريطة السياسية هناك. هناك توجه قوي بعدم عودة هذا التحالف الذي عرف منذ العام 2003 ولغاية الآن ما بين الأحزاب الكردية، وسوف تنتج الانتخابات القادمة خريطة سياسية أخرى أو نتائج انتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة. وتحدثنا في الجزء الثاني من هذا البرنامج حول بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق، حول بيان مرجعية النجف الذي صدر يوم الجمعة، وتحدث البيان بيان هيئة العلماء المسلمين حول ضبابية بيان مرجعية النجف وعدم توضيح للشعب من هو المجرب الذي يجب ألا يجرب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.